كرة ثابتة، ضربة حرة مباشرة. الأخطاء 2-2 بتسويه بالأخطاء. عرضية عالية بالرأس، نعم فارس جمعة، فارس جمعة يسجل أول الأهداف في مرمى فارس الغربية. فارس مضابي، فارس جمعة يقود نادي الجزيرة للتقدم بأول الأهداف، خامس أهدافه. المدافع الهداف مع نادي الجزيرة، واللي دائما يكون حل فخر مضابي. نعم فارس جمعة يسجل أول الأهداف، ارتقاء ممتاز من فارس جمعة، رائعة من مبارك موصوفة. وفارس جمعة يرتقي عاليا، يضاعف الشباك، يسجل أول الأهداف، يفرح الجزروية دائما كلما عجز المهاجم. سلام أمامية، محمد جمال نقلها لإيرتون الميتا، يا سلام الميتا يعوض، الميتا يسجل، والميتا يأمن الهدف بهدف، يعوض الجزروية بإدارة لركلة الجزاء، ترجمها بنجاح هذه اللقطة وهذه الكرة وهذه الهجمة المنظمة. سجل هدف ثاني وسجل ثالث أهدافه في دوري الخليج العربي، لاعب مميز يصنع دائما ويسجل الأهداف، الآن يقدم الإضافة في هذه المباراة. الكرة وصلت له من محمد جمال، إيرتون الميدا ترك وحيدا، سدد بهذه الطريقة، اصطدت المدافع، عانقت أتى الهدف الثاني. 2-0، 2-0، فخر بوظبي. إيرتون الميدا، إيرتون نقلها عرضية للعطاس، يا ولد لعيب يا العطاس، يسجل ويترك بصمة العطاس ويعوض غياب مبخوت. يا ناس ممتاز يا العطاس، ممتاز يا العطاس، يقدم حضور طيب، تفاهم وانسجام كبير، الكل يهنئ أحمد العطاس. ويخاش مبارك، يخاش مبارك، ويضع نفسه في وضعية ممتازة جدا في تشكيلة الفريق، يعوض الغياب، كنترول ممتاز، استقبال رائع. الآن كرة ثابتة، مبارك بصوفة، مبارك يا عيني، يا سلام، علقها وثبتها، وثبت فورميلا العاصمة إلى إشعار آخر في الصدارة، ثبت فورميلا العاصمة في الصدارة. الجزيرة يسجل الرابع، والجزيرة يضيف الرابع عن طريق المغربي، واحد من أبناء أسود الأطلس، يسجل على الأهداف ثابتة، ممتازة 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 جدا من مبارك بصوفة، أنهاها في الشباك. الكرة والضربة الحرة المباشرة، لمسة رائعة جدا من مبارك بصوفة، ونهاية سعيدة وفرحة كبيرة للمدرب تينكا.